تشاهدون في هذه الحلقة: المرأة اليمنية في زمن الحرب، حقوق منتهكة ومعاناة منسية، التعايش والسلام، رغبة مجتمعية في بلد مزقته الحرب، فتاة تواجه متطلبات الحياة الصعبة بالأمل والعزيمة. جولة إخبارية سريعة نتلمس فيها أهم أحداث المدينة وأهل المدينة. دشن في العاصمة المؤقتة مشروع تأهيل وتطوير مطار عدن الدولي بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وخلال التدشين تسلمت إدارة المطار عربة إطفاء الحرائق وحافلات نقل المسافرين ومولدات كهربائية، وذلك ضمن عملية تأهيل على 3 مراحل، وتشمل تأهيل مدرج المطار والإنارة وصالات المسافرين واستكمال المتطلبات الملاحية وفقا للمعايير الدولية. أقيم في العاصمة المؤقتة عدن الملتقى الصيدلاني العلمي الثاني بمشاركة واسعة من مختلف المدن اليمنية. الملتقى شارك فيه وعلى مدى أيام 500 صيدلاني، ونوقشت 13 ورقة علمية تناولت عددا من المواضيع الهامة. وأقر الملتقى تشكيل لجنة حقوقية للدفاع عن الصيادلة وإنشاء مركز تدريب متخصص لتأهيل الصيادلة بما يضمن رفض سوق العمل بكادر مؤهل. تظاهر أمام وزارة الصحة العامة والسكان في العاصمة المؤقتة عدن العشرات من منتسبي جمعية زراعة الكلى احتجاجاً على تردي الخدمات الصحية، وطالب المحتجون الجهات المختصة بتوفير الأدوية الخاصة بهم وتحسين وضع قسم زارعي الكلى بعدن أسوة ببقية الأقسام في المحافظات الأخرى. اطلع القائم بأعمال محافظ عدن أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة بدر معاون على سير أعمال صندوق النظافة وجهود تحسين المدينة، وناقش معاون مع قيادة صندوق النظافة التحديثات الجديدة في أعمال صندوق وخطط تطوير الأداء، وكذا الصعوبات والإشكاليات التي تواجه أعمال النظافة والحلول المناسبة لها. رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه المرأة اليمنية، إلا أنها تصر أن تثبت وجودها وتضع بصمتها. قضيتنا لهذا الأسبوع، ابقوا معنا. الحرب التي تدخل عامها 5 في اليمن انعكست أثارها السلبية على المجتمع والمرأة على وجه الخصوص، جراء ممارسات انتهكت إنسانيتها وفقا لتقارير أممية. المرأة اليمنية للأسف الشديد تتعرض لعنف مركب، عنف في الأسري وعنف مجتمعي وعنف اقتصادي، يعني تواجه صنوف من العنف، حقها في التعليم مهضومة، الحق في اختيار شريك الحياة مش موجود، الحق في التصرف الشخصي غير موجود. حرب 2015 التي كانت لها وقعاً شديداً على أهالي عدن وخاصة نساء عدن بفقدان العائل الذي كان يعول الأسرة، لأنه كثير من النساء كانت لا تتعلم، لا تذهب للدراسة نتيجة العادات والتقاليد. ما زال هناك كثير من الأسر لا يسمحن لأخواتهن لنسائهن الذهاب للجامعة أو أخذ التعليم الجامعي. تحاول المرأة اليمنية أن تفرض حضورها في المجتمع متحدية الموروث والتقاليد والأوضاع الاجتماعية وسط عقبات وتحديات غدت تشكل حاجزاً بينها وبين تحقيق مرادها. أكيد في عقبات من المجتمع مثل العادات والتقاليد، مثل الأفكار السلبية اللي هي زي البنيوي اللي هي يعني منذ القدم تلاقيها تتوارد تتوارد تتوارد، لكن لو وعينا منذ الصغر إن المرأة هي أمك وأختك، لا حقوق كمان مش بس للبيت فقط، لا حق تشتغل، لا حق تعطي صوته، لا حق تطالب بالحماية. أغلبها يعني حالات طلاق، وهذا اللي يأثر على العنف الأسري، يعني بالذات تفكك أسري في يعني كثر بكثرة، يعني خاصة مع الأوضاع هذه
نلاحظ انه تفكك اسري كبير بالنسبه نتيجه العنف اللي موجود في كل اسره، يمكن من حاله الاضطراب السياسيه، الاوضاع اللي واقفه في البلد، يعني اثرت كمان على طرح احنا نوع من العنف. بالنسبه للواقع اليمني هناك العديد من التحديات التي تقف عائقا في امام المراه، لكن انا على قناعه بان المراه اليمنيه تستطيع التغلب على هذه التحديات وهذه الصعوبات لما تتمتع به المراه اليمنيه من ميزات تجعلها في مصاف المراه العربيه في الدرجات الاولى، خاصه فيما يتعلق ايضا في ذلك النضوج. احنا لاحظنا نضوج المراه في مرحله الثوره، ونضوج المرأة في مراحل أيضا تتعلق بنشاطها في المجتمع، فأنا لن أفقد الأمل بهذه المسألة، وأعتقد أنه هي مسألة وقت. القتل والفقر والنزوح والتشرد والعنف والاضطهاد وغيرها من الانتهاكات تدفع المرأة ضريبتها بشكل يومي، محاولة النهوض بواقعها المحاصر بالحرب والمكبل بقيود الجهل والتخلف. من الأسباب التي أدت إلى تفاقم العنف ضد المرأة الثقافة المجتمعية، الثقافة الموروثة، وهنالك خلط شديد ما بين العادات والتقاليد ومفهوم الدين، وإسقاط العادات والتقاليد على أساس أنها ثوابت دينية، وهذا غير صحيح. الدين أنصف المرأة، وكان ثورة في 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 وقته لصالح المرأة. أنواع العنف كثيرة اللي تتعرض لها المرأة، منها العنف الجسدي، منها العنف اللفظي، منها العنف الحرمان من الموارد، منها حرمان الإرث، حرمان من الإرث، ولو أنه نحن عندنا موجود لكن في المناطق النائية لم يوجد، خاصة في مناطق يافع وما فوق. المرأة لم ترث أبداً لأنها تقول أنه ممنوع لها الورث، وهذا حق من حقوقها. الدولة للأسف الشديد غائبة في الوقت الحاضر، وغائبة في من بعد الحرب 2015 غائبة، ولا نرى لها أي شيء ملموس على الأرض، خاصة بقضايا حقوق المرأة، بحقوق بكافة الحقوق، وهي لم تنصف أي أحد، ما عدا هناك مجرد ورش دورات أقامتها وزارة حقوق الإنسان، أشياء مقننة وليس لها ما يمس لها في أرض الواقع أي شيء. هذا من ناحية دور الدولة أو الحكومة. أما ما يخص المنظمات الدولية، المنظمات الدولية تدعم دعم كبير لمناصرة المرأة، ولكن يوجه بطريقة غير صحيحة. غياب مؤسسات الدولة ومنظمات الحماية والتوعية ضاعفت إلى حد كبير من مظاهر العنف والتمييز ضد المرأة، وقلل من فرص تمكينها ومشاركتها في الحياة العامة، غير أن الحرب المتصاعدة قضت على طموحات اليمنيات وبددت أحلامهن بالعدالة والمساواة. نرحب بك ضيفة عزيزة أستاذة فاطمة المريسي، أهلا بك. بداية أستاذة فاطمة، كيف تقيمين وضع المرأة اليمنية ومكانتها؟ في بداية حديثي سعيدة بهذا اللقاء، ونحن نعيش احتفالنا اليوم بمناهضة العنف ضد المرأة أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. حقيقة المرأة تعيش نفس الظروف، نحن نعيش مرحلة حرب، وهناك كثير من الصعوبات المعوقات والانتهاكات، أيضا انتهاكات حقوق الإنسان كان على الرجل أو على المرأة، النساء والفتيات، ولا على حد سواء. إذا كنت تحدثنا عن ظروف المرأة فهي زيها زي أي مواطن، فهو زي الرجل أيضا، هناك انتهاكات كبيرة. نحن نعيش عايشين الآن في ظروف حرب، الوضع استثنائي، كل الأمور التي نتعامل معها بظرف استثنائي، ولكن المرأة هي أكثر المعاناة، أكثر من يعاني في هذا الحيز الكبير من المعاناة، العنف، الحياة المعيشية الاقتصادية الصعبة، زيها زي الرجل. هل ثمة إنصاف في تقسيم الأدوار بين الرجل والمرأة؟ هو للأسف الشديد يعني بهذه، يعني بقول لك بالأمانة، لم تكن هناك مشاركة فاعلة لدور المرأة، لم يكن هناك مناصفة، لم يكن هناك تفاعل كبير. السبب لأشياء كثيرة، أنت لا تنسيش أول، هناك موروث ثقافي موجود على مدى سنين، تعاملت بعض فئات في المجتمع في هذا الموضوع. أيضا الوضع الذي تعيش المرأة، إذا تحدثنا ما قبل الحرب فكانت هناك إلى حد كبير في مشاركة، إلى نسبية، لن نقول هناك مشاركة كاملة وإنما مشاركة نسبية،
لكن الآن بظروف الحرب للأسف الشديد لم طالبنا بأن تكون المرأة في مفاوضات السلام، طالبنا بأن يكون للمرأة كم حقيبة وزارية، طالبنا مشاركة المرأة أيضا في مواقع صنع القرار، لكن للأسف الشديد إذا تكلموا فهم لله الحمد يتكلموا ويتشندقوا بالفم المليان إنه المرأة متواجدة معنا والمرأة جزء من هذا المجتمع والمرأة هي أخت الرجل بل هي من يقع على عاتقها الكثير، لكن أثناء التطبيق إذا كان نحن نشوف التعيينات الأخيرة حقيقة لم نسمع للمرأة أي مشاركات. كانت في فترة من الفترات في شهر رمضان التقينا بالأخ رئيس الوزراء وطرحنا عليه هذه أنه يجب أن يكون في مشاركة حقيقية. المرأة من عانت، المرأة كان هي من نزحت، المرأة من ضحت بزوجها وابنها وعائلها، إذن مكانة المرأة إلى أين؟ ونحن بالأمانة يعني لم نرى حقيقة، لم نرى أو نشعر أنه فعلا في تجاوب حقيقي. كانت لنا مشاركة دولية أيضا وطرحنا على سبيل المثال أن يكون في مشاركة للمرأة في مفاوضات السلام، رفعنا رسالة من هذا الملتقى إلى الأخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، حتى اللحظة لم نسمع أي رد. رفعنا للمبعوث الأممي بعد لحظات من وجودنا في القاعة قال إنه سيضغط على الأطراف المشاركة في الحوار أن يكون هناك نسبة فعلية للنساء، ولكن للأسف الشديد يعني لم نشعر إنه فعلا في تفاعل حقيقي لمشاركة المرأة بشكل واقعي. السبب في ذلك هل يعود لعدم الإيمان بأن المرأة قادرة على إحداث فرق أو بجهل دور المرأة في المجتمع وفي تنمية المجتمع؟ للأسف أنا لا أقول جهل، لا أنا مش مع فكرة أنه جهل، لأنه نحن التقينا في 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 صانعي القرار في الحكومة في الرئاسة في أكثر من مجالات وطرحنا كثير من الملاحظات وطرحنا كثير من الأفكار. وآخر قلت لك لقاء في مع الأخ رئيس الوزراء كان في رمضان في أمسية رمضانية، وعد نحن أنه فعلا يكون هناك تفعيل ومشاركة فاعلة للمرأة في المرحلة القادمة، حتى اللحظة لم نرى شيء، بالعكس مع أنه هناك تعيينات يومية في عدد من الهيئات في عدد من اللجان في عدد من الحقائب الوزارية. هل يفسر ذلك بأنه يعول على الرجل أكثر ما يعول على المرأة في إحداث فرق وترك بصمة وتنمية المجتمع؟ هذا الشيء الذي يطرح إنه يعول على الرجل ما يعولش على المرأة، أنا والله أقول إنه هذا كلام غير صحيح وغير محبوب بالأمانة. أنا أقول لك وأكرر وأطرح في أكثر من مكان، كثير من التعيينات الأخيرة بما فيها الحقائب الوزارية شخصيات غير فاعلة، والدليل على هذا موجود. نتلمس كثير من الوزارات، نتلمس كثير من الهيئات، نتلمس كثير من اللجان التي تشكل مش من ذوي الكفاءات بس تحصيل حاصل. أيضا اليوم ونحن نعيش هذه الفترة هناك تعيينات في السلك الدبلوماسي وبأرقام كبيرة مش من ذوي الكفاءات، بل والله يعني حتى أكون صادقة معك حتى عمره في الخبرة يعني شباب، أنا لا أعترض على نسبة الشباب بالعكس، ولكن أقول يعني لما تيجي تتكلم على قضايا المرأة الكل يصمت. لماذا هذا التجاهل؟ لماذا هذا يعني تجاهل دور المرأة مع أنه الكل يتكلم والكل يتشندق بأنه في كلامهم بأنه المرأة شريك أساسي، بأنه المرأة مشاركة فاعلة، بأنه المرأة ضحت، بأنه المرأة قدمت. المرأة خاصة في عدن إذا تحدثنا فالمرأة رائدة في كل المجالات. المرأة اليمنية كانت يعني نموذج حي للمرأة العربية، كانت نموذج في المنطقة العربية كلها على مستوى العالم العربي وليس أيضا بس اليمن. هناك أسماء لامعة، هناك كفاءات، هناك خبرات، هناك شخصيات متعلمة، لكن للأسف الشديد لم يعول عليها ولم يتم فعلا. نحن إذا كان تحدثنا في فترة من في ورشة عمل قلنا نشتي نجمع كم أسماء وزيرات أو وكيلات أو مدراء عموم، فهي على أصابع اليد، وهذا إجحاف بحق المرأة حقيقة حبيبتي. هل من إحصائيات توضح عدد الذكور نسبة إلى عدد الإناث الذين يصلون إلى مرحلة أصحاب القرار؟ نحن إذا كان تكلمنا على الأرقام فالأرقام لا شيء، هي صفر على الشمال على ما يقولوا، ما فيش إذا كان هي واحدة أو تنتين أو مش أكثر من هكذا. لكن نحن كانت هناك آخر حاجة مخرجات الحوار الوطني على أن تكون 30% ولا شفنا هذه 30%. ماذا عن وعود؟ هل هذه الوعود لها صدى؟
لكن للأسف صرنا الوعود هذه الكاذبة، يعني لم نلمس شيء، لم نلمس حتى اللحظة أي شيء. ما هي مظاهر العنف الذي يمارس ضد المرأة في اليمن؟ مظاهر العنف أو أشكال العنف عديدة، منها التحرش، منها ختان الإناث، منها الحرمان من التعليم، منها زواج القاصرات، هذا كله عنف، منه العنف الأسري، منه الاغتصابات، هذه كل عبارة إذا كان جمعناها فهي منظومة انتهاكات، هذه عنف ضد المرأة يمارس سواء على النساء أو على الفتيات. هل ضعفت الحرب بالنسبة للعنف الذي يمارس ضد المرأة اليمنية؟ للأسف الشديد أقولها وبألم إنه ظهرت أيضا ممارسات خاطئة ما كناش نحن نحس فيها، ظاهرة التحرش، ظاهرة الاغتصاب، ظاهرة انتهاك الأعراض، أيضا العنف الأسري والذي يزداد يوما عن يوم. نحن بتجيل عندنا إحصائيات، لو تحدثنا عنها إحصائيات ميدانية بتوصل لنا من خلال فريق الرصد العامل في الميدان بأن هناك انتهاكات كبيرة بحق المرأة فعلا زي ما تحدثت إنه من فترة الحرب. ليش؟ لأنه لم يكن هناك ضوابط، لم يكن هناك الأجهزة القضائية والضبطية، يعني تكاد تكون شبه مشلولة، ما فيش إيش يقولوا حساب وعقاب. أنتم أستاذة فاطمة كاتحاد نساء اليمن، ما هو الدور الذي يلعبه اتحاد نساء اليمن ليقف إلى جانب هؤلاء النساء الناجيات من العنف والمعنفات؟ نعم، حقيقة شوفي لدى اتحاد نساء اليمن خطة متكاملة في تقديم الخدمات للنساء الناجيات من العنف، نحن نسميهم كذا ونقول أو المعنفات، ونحن بنستقبل يوميا حالات من المجتمع. يعني الآن لله الحمد صارت المعنفة هي بتجينا على طول. حالة العنف أو حالة الخدمات التي بنقدمها للناجيات من العنف، خدمة الدعم القانوني، خدمة الدعم النفسي والدعم الصحي والتمكين الاقتصادي. يمكن أنت إذا كان لاحظتي كنا قد عملنا احتفال أو عملنا بازار لمنتوجات النساء التي قدم لها تدريب من اتحاد نساء اليمن، وقدم أيضا لها مبالغ مالية، أقامت مشروع صغير. اليوم هناك قصص نجاح في التمكين الاقتصادي. هذه منظومة الخدمات التي قدمها الاتحاد نشعر لله الحمد بأنه فعلا أعطت للمرأة الثقة بأنه دور الاتحاد يكاد جزء صار جزء ذاتي لها. بتأتينا طالبة الدعم النفسي، طالبة العون القانوني، طالبة المراجعات الصحية، وكثير إذا كان راجعنا كثير من الكشوفات الآن التي نحن نجمعها منتظرين في التدريب والتأهيل. وهناك خطة متكاملة، نحن كملنا 120 متدربة خلال هذا العام، والعام القادم نرصد أو نضاعف هذا الرقم. كل هذه الخدمات أصبحت على مسموعة لدى المجتمع، والنساء بتجي لنا يوميا نحن بنقابل نساء، والخدمات المطلوبة نحن يعني نقدمها بمجانية 100%. إذا لماذا لا يتم تحديد سوق معينة حتى جميع النساء اللواتي يرغبن بعرض منتوجاتهن، ليس بشرط من المعنفات، أيضا النساء اللواتي يرغبن بتحسين وضعهن المعيشي، لماذا لا يكون هنالك سوق محددة حتى يقومون هؤلاء النساء بعرض منتجاتهن فيه؟ كلهم هادين الذي قدمنا لهم العون والتمكين الاقتصادي، اليوم هم يعملوا من بيوتهم، لكن نحن سبق والاتحاد قد تبنى تصور وقدموا إلى السلطة المحلية أيام ما كان محافظ الأخ العزيز يحيى الشعيبي، وكان عمل لنا مقترح إنه يكون في سوق نساء على 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 مستوى شعبي ومعروف وإمكانيات. كانوا حددوا لنا لو تعرفي سوق البلدية في كريتر الطابق الأخير، وعلى أساس إنه يرمم هذا أثناء وجود الأخ المحافظ يحيى الشعيبي، وكانت الفكرة حيز التنفيذ فقط، نبحث عن تمويل أو السلطة المحلية تبحث عن تمويل ونفتحه على أساس بوابة خاصة ويكون سوق شعبي للنساء، للنساء الذي عندهم مثل هذه المنتوجات، يعملنا في البيت المأكولات الحرفية، الخزفية، الأكسسوارات، الخياطة، ويمكن عرض منتجاته في هذا السوق. السوق هذا سوق شعبي للنساء،
يمكن سمعتي فيه في حضرموت، في أيضا في دول الجوار، في السعودية، في عمان. هذا نحن اطلعنا على هذه الأسواق وشفناها فعلا إنها تتناسب وظروف. أولا هي بسيطة وما هي مكلفة، وكان قد تبنى هذه الفكرة الأخ يحيى الشعيبي، لكن للأسف بعد ما تم تغييره انتهى كل شيء للأسف الشديد. ولماذا لم تتم المطالبة للمحافظين اللاحقين؟ للأسف والله كانت هي نحن قدمناها للمحافظة، والمعلوم إنه أي محافظ يكمل، لكن للأسف هنا أي محافظ ينهي عاده كل شيء جميل كان من سابق. هذا الذي يعني بصراحة أتكلمه، لكن نحن مستمرين بس 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 تهدى الأمور ويكون في استقرار، وهذا نحن مطالبين في هذا بأن يكون سوق شعبي خاص بالنساء، السوق النسوي. كيف تقيمون دور السلطة المحلية وهيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع اليمني في مساعدة ومناصرة النساء المعرضات للعنف والناجيات من العنف؟ شوفي نحن إذا كان نتحدث نتكلم كثير لكن الفعل قليل، مش أنا أكون صريحة معك. المنظمات الدولية كل من تتحدث أيضا ويعني تعقد مؤتمرات ونشارك بهذه المؤتمرات ونطرح المقترحات ونطرح المشاريع، وفي الأخير هي المنظمات الدولية تقول لك نحن نرعى منظومة متكاملة لكل بلد، وخاصة الآن ما يجري في قضية اليمن والمفاوضات ومنظومة الحوارات التي يوميا نسمع عليها، فهي جزء أيضا من إعادة إصلاح الوضع في اليمن. فهذه بالنسبة للمنظمات الدولية. المنظمات المحلية والسلطة المحلية، منظمات المجتمع المدني، نحن عاملين شراكة مجتمعية كبيرة، ما نحنش يعني لوحدنا، نرفع بيانات، نعمل تصورات متكاملة، ولكن لم يحين الوقت لتنفيذ هذه المشاريع. هل هناك دور توعوي تقوم به المؤسسات المحلية لمناصرة ومساعدة النساء؟ شوفي نحن معنا عمليا كفروع في 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 المحافظات عندنا استراتيجية وطنية لاتحاد نساء اليمن. هذه الاستراتيجية يعني من 3 سنوات إلى 5 سنوات، فيها اتجاهات شاملة لمدى تطور دور المرأة في المجتمع على مستوى المحافظات كلها. لكن في الوقت الراهن تعرفي أنه في مناطق حرب ما تقدريش تطبقي عليها أي, 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 أي مشاريع. في بعض المحافظات أيضا ما فيهاش حرب، ولكن السبل تنفيذ المشاريع أو هذا يكون أيضا أحد المعوقات، أن المرأة غير متفاعلة نتيجة للوضع الراهن. أحيانا نحن طالبنا بعض المنظمات الدولية في إعادة تفعيل تدريب النساء، فيقول لك أنتم في مرحلة حرب الآن، وليس التمكين السياسي ما بيكونش اليوم دو نفع لدى المرأة. هناك أشياء تانية. إيش هي الأشياء؟ هي أولا مشاركة المرأة في المفاوضات، توسيع تعليم الفتاة، منع زواج القاصرات، تسرب الفتيات. هذه يجب أن يكون في حملة كبيرة مدى تسرب الفتيات من المدارس. في كثير من المنظمات المحلية أيضا بتشتغل في هذا المجال، رفع وعي المجتمعي. ما هي أهم المخاطر الحالية التي تهدد المرأة اليمنية؟ أهم المخاطر في الوقت الحاضر هي استمرار الحرب، وضع البلد في 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 ظرف الحرب صار مخيف، وطالت الحرب. مشان اقول لك اني احد جزء من هذا المجتمع، فترة الحرب طالت، هناك صراعات، الصراعات هذه ادت الى اعطاء مساحة كبيرة للفقر، الفقر تولد عنه بطالة، تولد عنه ايضا بعض التصرفات ما كانتش بالنسبة لعدن لها هذه الثقافة، عدن مدنية، عدن متحضرة، فالان بنشوف ثقافات دخيلة على المجتمع. كل هذه مجموعة لما نتحدث ونلتقي بالمجتمعات المحلية بيقول لك هي اساس الحرب. كيف بالإمكان معالجة هذه القضايا العالقة تجاه المرأة؟ أولاً وقف الحرب، وقف الحرب فوراً، ومن ثم على الجهات المتصارعة أن تعطي قدرة كبيرة على أولاً إيش يقولوا إعادة بناء هذا الوطن، إعادة بناء هذه المحافظة إذا تكلمنا عن عدد دمرت أرضاً وإنسان. نعم للأسف. بالنسبة لخبراتكم أستاذة فاطمة في مجال العمل في اتحاد نساء اليمن، المجتمع اليمني هل يحترم المرأة ويقدر مكانتها ويؤمن بأنها قادرة على إحداث التغيير؟ المجتمع لا نتحدث عن أصحاب القرار.
شوفي دينا، نحن مجتمع إسلامي. الإسلام إيش على مرتبة المرأة؟ بالعكس، الإسلام أعطاها الفرص، الإسلام مكنها، لكن للأسف هناك أفكار دخيلة هي من تعيق هذه المسميات أو هذه المكانة الذي للمرأة. نقول المجتمع حاضر للمرأة، لا أقول خاصة مجتمع عدن، حاضر للمرأة وتفاعل المرأة ومكانة المرأة، ولكن هناك هذه الأفكار الدخيلة هي من أثرت على هذا. بتلاحظي بعض الناس قد تغيرت مفهومها بالنسبة للنساء، مع أنه النساء شاركت، النساء تعلمت وقت مبكر بالنسبة للعدن. في كل مجال فالمرأة العدنية كانت رائدة، في العمل السياسي كانت رائدة، في التعليم فأول من تعلمت، في مواقع كبيرة هي مهندسة، هي طبيبة، هي عالمة، هي فوصلت إلى مواقع كثيرة. هناك نساء من عدن مخترعات كانت، لكن للأسف جت هذه الثقافة الدخيلة على مجتمعنا أثرت على ثقافة البلد إلى حد ما، لكن المجتمع كمجتمع فهو حاضر للمرأة ومقالة المرأة، ونحن أجينا من هذا المجتمع لله الحمد. من أسرنا شجعونا، إحنا أزواجنا شجعونا، إحنا وأولادنا اليوم يدفعونا إلى الأمام. لكن لا أقول ولا إنه فعلا في بعض المظاهر، في بعض يعني الأفكار الدخيلة على آي والسلبية دخيلة على عدن، هي من تأثر وتعيق أيضا تراجع المرأة للأسف. أنا أقول لك يعني منذ الحرب إلى هنا رجعت نساء كثير إلى البيوت وما عاد يباشروا رجع مالهم تحت حجة أنه الوضع العام مش مستقر. لهذا أولويات مطالبنا هي وقف الحرب وإعادة بناء الوطن. أستاذة فاطمة، وصلنا إلى نهاية لقائنا، رسالة أخيرة تودون نقلها في نهاية هذا اللقاء؟ أولاً تمنياتي بأن ترى يكون في رعاية كاملة للمرأة ودور المرأة، وبانتهاء حملة 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، أتمنى أن يكون فعلاً هناك مشاركة حقيقية بين الرجل والمرأة. المرأة تمد يدها دائماً لأخيها الرجل، فهم الشقائق، ولكن للأسف الشديد هناك في تراجع وهناك في إهمال وهنا، لكن نتمنى إن شاء الله في العام القادم يكون عام سلام، عام نهضة، عام تمكين للمرأة. أستاذة فاطمة المريسي، رئيسة اتحاد نساء اليمن عدن، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا لك. محو أثار الحرب والدعوة للتعايش والمحبة والسلام، رغبة مجتمعية. تابعونا. التعايش والسلام رغبة مجتمعية ترجمتها المشاعر وعزفتها الأوتار وتراقصت على أنغامها القلوب والأرواح، صانعة لنفسها حالة من الفرح في بلد فرقته السياسة ودمرته الحرب. عانقت صنعاء عدن واحتضن الثرى تراث الوطن الواحد، في فلكلور فني هيج المشاعر وحرك الوجدان. نتعايش عبارة ترددها عدن اليوم صداحة في الآفاق، يجسدها فلكلور يمني غني للحب والسلام في زمن الكراهية والعنف. We'll be right back.
عززت منصة حفيدات بلقيس من قيم المحبة والسلام، وهي تحاول من خلال الفن إصلاح ما أفسدته السياسة وتجاوز حالة الانقسام المجتمعي. ضمن حملة معا نتعايش التي تقيمها مبادرة حفيدات بلقيس بتمويل من مؤسسة رنين اليمن وبالشراكة مع مؤسسة آفاق. تنوع غنائي جسد تراث المحافظات اليمنية طربا ورقصا شعبيا راسما أجمل لوحات التعايش والسلام المجتمعي في محاولة لاستعادة الصورة الحقيقية لمدينة شوهتها الحرب وأفسدها العنف. فن ساحر يحكمه الأداء الحركي المتنوع والمتجانس مع اللحن والإيقاع وبديع القوافي كمفردات حاضرة لثقافة إرث تغلب على الإنشطار روحا وفنا. تكتسب هذه الفعالية أهميتها بأهمية الزمن والمكان والمحتوى الفني المتنوع الألوان وأسلوب العرض الذي تجاوز الأماكن المغلقة إلى الساحات العامة. يحاول هؤلاء الشباب تجاوز آثار الحرب وسنوات القطيعة وثقافة الكراهية التي كرستها حرب ما زالت تشوه حياتهم اليومية وتعقد تنقلاتهم بين أرجاء وطنهم الجريح. في عمق الفن اليمني الأصيل تتراءى رسائل السلام الهادفة إلى توعية المجتمع بتوحيد الصفوف وتجاوز آثار الحروب لبناء الوطن الكبير. أنور فتاة تتحدى حاجز البطالة وتعكس صورة المرأة اليمنية الناجحة. نهى أنور فتاة عدنية تواجه متطلبات الحياة الصعبة بالأمل والعزيمة وتتحدى البطالة بالعمل والنجاح. في البداية سمعت إنه في بازار وحاجات زي كذا وإذا أي حد معه مشغولات يدوية ممكن يسويها ممكن يعملها، فبدأت من معي يعني الفكرة كده إنه طالما إنه في مشاريع كده مالكة المشاريع الصغيرة وفي بازارات كده تحصل وحاجات زي كذا، وبعدين إنه بتفتح هنا بسطات في الخليج مول، فبدأت هنا الفكرة يعني كده شوية شوية، وبدأت يعني أدخل بالنت أخذ فكرة يعني في اليوتيوب ودي الحاجة، ويعني الحمد لله بعدين حبة 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 لما يعني اللهم لك الحمد. استطاعت نهى أنور أن تشق طريقها في الحياة متخذة من هذه الزاوية في هذا المحل مساحة لعرض منتوجاتها والترويج لمشروعها الصغير وحلمها الكبير وطموحها اللامتناهي. إلى الآن يعني نسبة الربح مش يعني كبيرة مرة، صح أني اللي قد لي تقريبا حق 3 سنوات، في البداية كانت يعني كان الإقبال بطيء، افتهم لك كيف؟ لأنه هنا كان المال شوية مش معروف يعني عند الناس كثير، افتهم لك كيف؟ فبعدين يعني كده حبة حبة لما بدأ يعني المول يشتهر وفي ناس هنا مبسطين وكذا، فبعدين يعني الحمد لله
فبدأ صح إنه الآن الربح يعني زي ما قلت لك مش ذاك القد، بس الحمد لله في إقبال لما تكون في مهرجانات في بازارات، الحمد لله في المهرجانات والبازارات يكون في إقبال. تعمل نهى في صناعة الإكسسوارات مختلفة الأشكال والأحجام، وحين اتجه الطلب إلى المشغولات التقليدية عملت في صناعتها كموروثات شعبية لا زالت تشكل جزءاً من اهتمامات أبناء المدينة. الآن هي رجعت الموضة التراث، الآن حالياً رجعت هي موضة التراث، فلما شفت في إقبال من دي الناحية عملت وحبيته، ولما أنت تحبيها تبدعي فيه به. والحمد لله، وزي ما قلت لك الحاجات متوفرة، لو كانت الحاجات مش متوفرة إنه صعب، فهمني؟ فهي حاجات متوفرة كلها كامل، فالواحد يعني يبدع مع حاجة من الموضة حق الآن، وهي حاجة الآن الناس مقبلة عليها، لأن حتى للآن مش منتشرة كثير في أماكن قلة اللي تحصل إياها هذه الحاجات التراثية. نشتي نعمل زي أمهاتنا وجداتنا كيف كانوا يعملوا كيف يسووا مع قليل كده شوية من حق الموضة حق الآن، فبرضه يعني ما التراث ما ينتسيش نهائيا، ما ينتسيش، وإن هي الحاجات كلها متوفرة عشان نعمل حاجة تراثية. صعوبات وتحديات كثيرة واجهت نهى قبل البدء بمشروعها الصغير، لكنها استطاعت بكثير من الصبر والعمل الطموح التغلب عليها مسنودة بدعم العائلة وتشجيع الأصدقاء. البداية يعني كان مادياً شوية يعني، والمواد ما كانتش كلها يعني متوفرة، بس يعني على قدر الإمكان اللي كان موجود اللي كان متوفر كنا نحاول نواكب الموضة يعني كمان يعني عشان البنات وكذا، فهم لي كيف؟ أما من ناحية المادية زي ما قلت لك شوية كانت كذا في صعوبة، في حصلت يعني من أختي ساعدني كذا شوية ودفعتني والحمد لله. لم تكتفي نهى بالعمل في الإكسسوارات والمشغولات التقليدية، بل اتجهت لتعلم حياكة الصوف، وهي اليوم تحك منسوجات صوفية بإبداع متناهي تجاوز حدود عدن والوطن. أول حاجة عملت خلاخل، خلاخل وكانت عرضها في بازار، وبعدين عرضته في الفيس والواتس، وقالي عن طريق زبونة بحضرموت، دي كانت أول مرة طلبت مني مجموعة، وطبعاً حاجة كانت ما تنوصفش لأنه تحس إنه شغلك بيروح برع المحافظة حقك، فحاجة يعني روعة، تحس إنه حاجة يعني برع وهكذا. أما خارج البلاد فكانت للسعودية، كانوا يشتوا 2 فساتين صوف لبيبي، بنوتة يعني عمره تقريبا 2، فعملته والحمد لله. هذا كان أول خارج البلاد وخارج المحافظة، الحمد لله. تفقد نهى الثقة بالجهة المختصة ولا تعول عليها كثيرا في تقديم الدعم والمساندة لها وللشباب الطموح، بالوقت الذي تقول فيه إن كثير من أحلام وطموحات الشباب ينقصها التمويل وغياب الرعاية والاهتمام. في غيرنا بنات مليان يعني عندهم فكرات وعندهم، وفي شباب كمان في عندهم فكرات، في عندهم حاجات وكذا يشتوا يعملوها، طبعا مش قادر من ناحية المادة، هي أكتر شيء المادة، فهم لي كيف؟ لأنه مثلا في أشياء يعني مثلا يكونوا محتاجين لرأس مال، محتاجين ولو حتى بالشيء البسيط، بس عشان إيش يندفعوا؟ لو هي الدولة والسلطات يعني تشوف من ده يعني عشان تعطيهم دافع، بعدين هم يعني كل واحد بعدين يشق طريقه. أما من ناحية المكان أكيد صعوبة، مش كل الناس اللي يشتوي يعني يعملوا مشاريع محصلين أماكن، افتهم لي كيف؟ في ناس يلا يلا يعني ما تكون في مهرجانات يعني يفرحوا بدا الشيء يعني يلا يقولك لاقي مكان، نبرز مجهودنا، نبرز هواياتنا، احنا شخصيتنا احنا تكون يعني موجودة، يعني في ناس مهضومين يعني الدولة مش شايفة ده الشيء نهائياً.
تمثل نهى صورة المرأة العدنية المثابرة والمحبة للعمل والنجاح، فهي تسير بخطوات ثابتة آملة بذلك ترك بصمة إبداعية في الوطن والمجتمع. أتمنى يكون في لي محل لحالي خاص مش زاوية، فإن شاء الله يكون مستقبلاً، يعني ما أطمحش أكثر من كده. الحمد لله. وجه رسالة للأهالي، البنت اللي عندها مقدرة واللي عندها تقدر تعمل أي حاجة أي شيء، فيعطوها مجال عشان تشتغل وتخلي المجتمع يعني يعرفوها مين دي، من اللي عمل كده، من اللي سوى كده، لأنه برضو يعني أحياناً أصحاب الخارج يشوفوا اليمنيات إيش يعملوا، زي ما نحن نشوف هناك عندهم يعني هم يفتخروا يعني بالمرأة عندهم، برضه فيش نحن نشي نفتخر بالمرأة عندنا. فياريت يعني كل واحدة حتى لو تشوف نفسها يعني مهضومة كده تحاول يعني قدر الإمكان، حتى لو واجهت صعوبات وكده تحاول، كل نحن واجهنا صعوبات فحاولنا والحمد لله. إلى هنا مشاهدينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله.